احنا انا اكلت بصوا بهدلت الدنيا ازاي. انتوا ما بتاكلوا شبهها كده بتبهدلوا الدنيا كده وانا بقول ان انا انتوا ما بتاكلوا بتبهدلوا الدنيا كده. امسكي طبق بقى نشوف مين اللي كسبان. بصوا بالله عليك ارفعي ايدك كده بالله عليك. ازيكم عاملين ايه وحشتونا اول حاجه في حياتنا. ايه اخباركم؟ وحشتوني وحشتوني انا انا اكتر. النهارده ايه؟ النهارده يا جماعه تحدي البطاطس المحمره. هو انا اخد اكتر منها؟ ها لا انا اكتر. المهم عشان نعمله التحدي ايه اللي يحصل؟ دول يا جماعه حوالي 3 كيلو على فكره والله. بس اللي هي البطاطس اللي هي الجاهزه اللي هي المتلجه شبه بتاعت ماكدونالدز. عشان اكيد انا مش هقطع ال 3 كيلو. شبه اللي هي بتاعت ماكدونالدز وكده. طب انتوا بتحبوا البطاطس ولا لا؟ انا طبعا اي اكل بيكون معايا لازم احب البطاطس المحمره. بس بشرط اللي هيكسب التحدي المره دي يبقى ايه؟ هيشرب معلقه هيشرب شطه يا جماعه بق شطه من ده. لازم عشان التاني يشرب معلقه شطه لازم الاولاني يخلص الطبق نهائي لازم يخلصه خالص ويشرب الحاجه الصعبه. يعني التحدي مش بوقت التحدي لازم يشرب ويشرب دي ويشرب الحاجه الصعبه بتاعته. بس الحاجه الصعبه مش قوي عشان نكون صراحه. الحاجة ساعة مش قوي اهم حاجة لا اهم حاجة ايه البطاطس. ماشي يلا نبدأوا. بس قبل ما نبدأوا ايه سبب سكريب قائمة على جرس كومنتيكتي ويا طرق دفع بكلوك يا عالم حياتنا لك اللي انسجنا موجود تحت الديسكريبشن. اقسم بالله ما فاهم حاجة اقسم بالله. يا جماعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وعملوا لايكات وعملوا كومنتات بنحبكم كلكم يا اغلى حاجة في حياتنا. ولينك الانستجرام بتاعنا بنزله لسه بنزله على الصور الشخصية هتلاقوه بالديسكريبشن تحت. استنى 1 2 3 معلش شطة يا جماعة. قولهم حاجة. لا. أقسم بالله أقسم بالله. أنا مش لاعب التحدي اللي يصير طبق خلاص. والله؟ سلام عليا يا عفاف. طب انت يا جماعه بتاكل بطاطس محمره لوحدها ولا بتاكل معاها ايه؟ لبنيه وبرده. يا جماعه عايزه اطبخ بكره مش عارفه اطبخ ايه. طب بتحبوا بيبسي ايه؟ انا بحب بيبسي دايت يا جماعه بحسها مسكره اكتر من عليه اقسم بالله. صح ولا لا؟ تحس ان السكر محطوط فيها مختلف. اه والله بيقول لك دايت 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 بس انا عن نفسي بشربها بحسها مسكره اكتر. هو بيتهيألي نوع السكر اللي فيها نفس نوع السكر اللي احنا بنستخدموه في حياتنا. لا والله طعمه شبهه. انتوا بتحبوا ايه؟ انا بحب السفن وبحب البرتقال. لا لا بالله عليك واحدة واحدة. انا بقيت ضحكت عليها بالاندومي ما بحبهاش. الموضوع صعب ها؟ صحتكم. موضوع صعب تماما. بتحبوا انتوا ايه؟ بتحبوا التحديات ولا الاكل وكده؟ ولا بتحبوا التحديات ايه؟ ولا بتحبوا المقالب اكتر؟ اللي انتوا هتقولوا لنا عليه احنا بنعمله على فكره والله.
يا شباب انا تعملوا تحدي المره الجايه. عايزين تحديات يا جماعه تاني، واحنا عندنا ليك والله. خد بفتره. انا عايز اتكلم مفروعه. اها انا حاسه شبعتنا. متهيألي طبعاً دلوقتي بقى قد بعض. انت خبال اقسم بالله اعطيني اكتر. يا شباب. ليه قدامك؟ سامحكم. كمل. عارفين يا جماعه المشكله ايه؟ ان انت اما بتاكل اسرع بيبقى الموضوع بتحس انت بتشبع بسرعه، صح ولا لا؟ ندى خدي دول مني بالله عليك. لا ما تهزرش. ما قولها زيت يا ندى بالله عليك. قولوا لنا اي تحدي عايزين تعملوه واكتبوا لنا في الكومنتات تحت. مستر الانستغرام بتاعي 100,000 مشترك. نعم 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 نعم. والانستغرام بتاعي انا غلبان يعني؟ طيب. نو. طبعا. انا هاكل. في واحد هنا ما خلصتوش. يلا عشان انت شغلك هتاكل. انا مصر اكلك الشطه النهارده. انا شبعت اقسم بالله. اشرب طيب. ولا شبع يعمل ايه يا جماعه؟ اشرب شجر. طب اقول لكم حاجه، معلومه ممكن مش عارف تكونوا عرفتوها ولا لا. عارفين يا جماعه ما قبل ما الناس تاكل؟ تمام. فين هو؟ عارفين يا جماعه كل ازازه بتاعت كاتشب عليها رقم 57. حد عارف رقم 57 ده موجود ليه؟ حد عارف ولا لا؟ طب لو حد عارف اكتب في الكومنتات. بيقول لك بقى ايه؟ بجد والله الشركه هي اللي قايله، بيقول لك اما تتك على رقم 57 بايدك كده والازازه مش قادره تنزل، ولو عملت كده تنزل على طول بسرعه. اهو بص 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 يا جماعه. بس مش عايزه كاتشب حرام. بس انا على فكره جربتها والله. يعني جرب انت مثلا تكون ازازه الكاتشب بتاعتك مش بتنزل. بس لو حطيتها في التلاجه مش هتنزل. اتك على رقم 57 هتلاقي اسهل بكتير يعني. مش قادرة. كملي. ما كسبت خالص. ماليش دعوة انا هاكلهم. ايش الفرصة؟ انا باكلهم. بس انا هعمل ايه بقى؟ نعمل لما اكل خبشة خبشة. ما يا شباب. يا جماعة. انت خسران. ماذا اللي كسبت؟ شطة. يا جماعة. ماذا اللي كسبت؟ انت شطة. بس استنى بس شبعان. انت بس نوريهم الطبق بتاعك الاول، خلص الاول ووريهم الطبق. مش قادرة. انا الحاجة ساعة هي اللي شبعتني والله. ما شربتش شبعت الحاجة ساعة. لا ما شربتهاش كلها، بص لسه مليانة اهي. انا بص بتاعتي فاضية اهي. بصوا يا جماعة احنا ندى اكلت، بصوا بهدلت الدنيا ازاي، انتوا اما بتاكلوا شبهها كده بتبهدلوا الدنيا كده وانا بقى كده. انت لما بتاكلوا وتبهدلوا الدنيا كده امسكي طبقك بقى نشوف مين اللي كسبان. بص بالله عليك ارفعي ايدك كده بالله عليك. قول لهم ايه؟ الشك في القناه كده اهو. يا جماعه انا اللي كسبت يا جماعه. انا عن نفسي انا شبعت والله بجد. افتح بقى. ما كنتش قادر اكمل. باي باي. من الناس هتزعل منك والله. لا انا شطه. لا الناس والله زعلت منك المره اللي فاتت. زعلوا منك جامد يا احمد. طب تعالى اشرب بس بوق واحد. لا عشان خاطري. لا والله. جماعه خشوا عندي على الانستجرام ابعتوا لي رساله لازم تشرب الشطه. ماليش دعوه.
يلا سبسكرايب في قناه فعال وجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر حاجه بقول لكم. لينك الانستجرام بتاعه تحت موجود تحت في الديسكربشن. خشوا لازم تقولوا له لازم تشرب شطه لازم تشرب شطه وعمل لكم ستوري هو بيشرب شطه ماليش دعوه. بحبكم كلكم. باي باي.